بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي الطلبة ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات النقد الحديث، نكمل بها ما بدأناه من حديثنا عن المدرسة الواقعية. في المحاضرة السابقة تكلمنا عن هذه المدرسة وكيف ظهرت وكيف تبلورت وأهم العوامل التي أدت إلى ظهورها. كذلك تكلمنا عن مميزات الأدب الواقعي، وتكلمنا عن أولى الاتجاهات التي ظهرت في هذه المدرسة، وقلنا إن ما أطلق عليه بالواقعية النقدية هي أول الاتجاهات ظهورا في هذه المدرسة، وتكلمنا عن ميزات الواقعية النقدية وكيف إنها كانت متشائمة سوداوية يائسة وما إلى ذلك. نكمل حديثنا اليوم عن باقي الاتجاهات التي ظهرت في هذه المدرسة. في القرن العشرين ظهرت مدرسة واقعية أو اتجاه واقعي داخل المدرسة الواقعية، أطلق عليه المدرسة الواقعية الاشتراكية. هذه المدرسة النقدية تختلف عن سابقتها، أي تختلف عن الواقعية النقدية. ظهرت في الاتحاد السوفيتي السابق بعد 1917، أي بعد الثورة الشيوعية. ترتبط هذه المدرسة بتأسيس اتحاد الكتاب السوفيتي، وأول من استخدم هذا المصطلح أي الواقعية الاشتراكية هو رئيس الاتحاد آنذاك مكسيم غوركي، وذلك في خطابه الأول عام 1934، وفرق في هذا الخطاب بين الواقعية النقدية والواقعية الاشتراكية، فقال فيما معناه أن الواقعية الأولى اللي هي الواقعية النقدية صورت الفرد ضد الجماعة وكان يائسا وكان محبطا، ولعل يأسه وإحباطه متأت من طبيعة المجتمع الذي يعيش فيه. يعني هي واقعية كانت تحت ظل البرجوازية، فكانت لا يظهر فيها الفرد إلا يائسا متشائما، تنتهبه السوداوية، غارق في مشاكل متعددة لا يجد لها حل، ولا تجد لها الواقعية هذه الواقعية حل. أما الواقعية الاشتراكية فهي مختلفة تماما عن الواقعية الأولى، هي ترمي إلى نصرة الإنسان وعلى كل القوى المؤثرة والحفاظ عليه، ويعني تحاول أن توصله إلى السعادة إلى آخره. بعبارة أخرى نستطيع أن نقول أن الواقعية النقدية، يعني في التمييز بين المدرستين، فردية يائسة ترى عيوب مجتمعها لكنها لا تقدر على التغيير. أما الواقعية الاشتراكية فهي فردية أخرى، فهي فردية تنمو في ظل العمل الجماعي، وهي فردية إيجابية متفائلة. فالواقعية الاشتراكية واقعية بناءة، حل فيها الفرد الذي يعبر عن فرديته بالعمل المتناسق مع الجماعة في مجتمع غير مستغل، يعني لا يستغل ذلك الفرد، محل الفرد الذي يتصارع مع مجتمعه. ومن هنا نستطيع أن نقول أن الواقعية الاشتراكية تقوم في الغالب على تصوير تأثير الفرد في بيئته، أما الواقعية النقدية فهي تصور تأثير البيئة في الأفراد. ومن هنا نلاحظ
ان يعني ما دام الفرد مؤثر، يعني الفرد ايجابي في الواقعيه الاشتراكيه، الفرد يؤثر في البيئه، اذا الفرد ايجابي متفاعل. اما الواقعيه النقديه تركز على تاثير البيئه في الفرد، بالعكس الفرد سلبي مستسلم. نعم، هناك من يحاول ان يميز بين الواقعيتين، يقول ان الواقعيه النقديه هي بعباره واسعه الادب والفن البرجوازي، اما الاشتراكيه فهي يعني الواقعيه الاشتراكيه فهي بعباره واسعه الادب والفن الاشتراكيين بمجموعهما. هذا ما يخص الواقعيه الاشتراكيه. هل يعني وقفت الاتجاهات عند الواقعيه، يعني الاتجاهات في داخل هذه المدرسه، مدرسة الواقعية، هل وقفت عند الواقعية النقدية والواقعية الاشتراكية؟ بالحقيقة لا. القرن التاسع عشر ظهر اتجاه جديد، اتجاه آخر في المدرسة الواقعية، أطلق عليه الواقعية الطبيعية. هذه الواقعية تأثرت بنظريات وحقائق العلوم والطب وعلم النفس وما إلى ذلك، وطبقتها وين؟ في ميدان الأدب، فأطلق عليها هذا الاسم الواقعية الطبيعية. دائما دائما ما تذكر هذه المدرسة وهذا الاتجاه الواقعي، دائما ما يذكر مع ذكر من أسسه. من أسس هذا الاتجاه هما الأخوان جونكور، اللي هما إدمون وجوم. هذين أو هذان الأديبان يعدان يعني هم الذين هما اللذان ابتكرا هذا الاتجاه. إدمون وجول هم من ابتكر المذهب الطبيعي، وين؟ في فرنسا، وذلك من خلال مجموعة من القصص أرخ فيها على نحو مفصل وصادق لحقائق مهمة من تاريخ فرنسا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. إذن يرتبط هذا المذهب بالأخوين جنكور إدمون وجول بوصفهما مبتكري هذا المذهب، ماشي؟ لكن هذا المذهب دائما ما يذكر مع شخص آخر، يعني مرحلة التأسيس ترتبط بالأخوين جنكور إدمون وجول، مرحلة أخرى اللي هي مرحلة الترصين ترتبط بشخص آخر هو إيميل زولا، فهو الرائد الحقيقي لهذا المذهب، فهو من رصنه في كتاباته النظرية التي أوضح فيها أسس هذا المذهب. وكانت لقراءاته العلمية أثر في ذلك، خاصة ما شاع في عصره كتب البحث في الوراثة طبيعية للوكاس، وصول الأجناس لداروين، مدخل للطب التجريبي كلود برنار وغيره. وكانت مجموعة أو سلسلة رواياته اللي كتبها على طيلة في يعني طيلة 30 سنة، كتب سلسلة من الروايات أطلق عليها روغان مكار، مثلت هذا يعني مثلت بصدق هذا المذهب اللي هو الواقعي الطبيعي، الذي يعني يؤكد على تأثير الطبيعة في الإنسان، وأن الإنسان مسير لا مخير، تحكمه عوامل منها الوراثة والبيئة وما إلى ذلك. هذا ما يخص المذهب الطبيعي أو المدرسة الطبيعية اللي هي جزء من المدرسة الواقعية. لهذا الحد نحن أكملنا
المدرسة الواقعية. إن شاء الله في محاضرة أخرى سنتناول المدرسة الرمزية. المطلوب منكم أعزائي أنه بعد كل محاضرة تعود إلى الكتاب اللي بين أيديكم المقرر وتقرأ لي ما أشرحه. اللي أشرحه لك هنا بالمحاضرة أرجو أن تقرأ ما شرحته في الكتاب حتى تكتمل الفكرة لديك. شكرا لكم، ألتقيكم إن شاء الله في محاضرة قادمة.